السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أخوتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. كما تشوفوا في هذا الفيديو هذا اللي درته القناة الأولى وصورت منه واحد قريب دابا غادي تشوفوه. فعلا أنا شفت بعيني يعني كاين كثير من الأفارقة دابا أكثر من شهرين وأنا مستقل دابا في المغرب هنايا باش جيت شهرين وشي حاجة دابا باش جيت. يعني شفت هادشي بعيني الكثير والعديد من الأفارقة بصراحة اللي كانوا يعني تياخذوا المغرب كانوا تيدوزوا على المغرب يعني على أساس أنهم يعني يمشيوا لأوروبا يعني كطريق يديروا المغرب طريق باش يدوزوا. العديد منهم استقر هنايا وخدامين ولو أنهم خدامين بطبيعة الحال ماشي شي خدامي الأغلبية يعني مخدامين شي خدامي يعني مهمة كبيرة بزاف إدارات ولا شي حاجة من الشكل، ولكن كاين منهم واحد الفئة لا بأس بها اللي يقدروا أنهم يعني يدخلوا الغمار ديال التجارة، يدخلوا الغمار ديال المؤسسات ديال الشركات كذلك. ويعني الأغلبية أنا نرشهم بأنهم عايشين وعايشين بخير وعلى خير. ربما المواطن الشاب المغربي تيبان لي المسائل تبان لي صعيبه انه يعني باغي يحقق الاحلام ديالو برا في يعني في اوروبا، يعني باغي يهاجر. اغلبيه ديال الشباب كلشي باغي يهاجر، كلشي باغي اغلبيه ديال الاغلبيه. ولكن انا اللي شفت يعني هاد الناس هادو اللي باغيين يحاربوا وباغي تحرق وباغي تخرج وغادي وكل باغي يخلص مثلا 6 مليون 7 مليون 8 مليون. انا بطلق صراحه لك هذيك 7 مليون 8 مليون ممكن انك دير بها عمل، ممكن انك دير بها شي مشروع هنايا في المغرب، اي مشروع، اي مشروع ديال مشروع تجاري ديال مشروع شي حاجه ديال حلاقه ديال شي حاجه راه ممكن يعني الا درتي المشاريع هذاك المشروع اللي غادي ديرو راه غادي يكبر بطبيعه الحال. شي حاجه ديال البيع والشراء، المهم اي حاجه راه عطى الله ميدار، عطى الله ميدار، عطى الله ميتباع، تشري وتبيع، اي حاجه تحل شي محل ديال المسائل ديال روجيستر كوميرس يعني ديالك شي محل. كاين الناس يعطوك السلعه يعني يقدروا يعطوك السلعه فابور مثلا دير الدجاج دير اي حاجه اي حاجه اي بيع وشرية راه ممكن ديرها بدوك الفلوس بهذيك 7 مليون 6 مليون وتريح في المغرب واحد عام ولا عامين. ممكن انك بغيتي تخرج برا غادي تخرج، غادي تخرج غادي دير الاوراق ديالك ديال الخدمه. هذا اقتراح، هذا اقتراح تنقترحوا على هاد الشباب كلهم اللي باغيين يخرجوا برا. وغادي تخرج تاخذ فيزا ديالك يعني دير هاد المسألة هادي دير انا بيع وشري. لماذا هاد الأفارقة هادو هما ما بقاوش بغاو يخرجوا؟ أنا تلاقيت ماشي وحدين في الطاكسي كنجي معاهم عايشين بخير ولا خير، بقاو كتفكروا تقريبا ما بقاوش يفكروا يعني أنهم يهاجروا من المغرب وعايشين وساكنين وتزوجوا. كاين اللي يتزوج يعني كاين اللي يتزوج بمغربية، كاين اللي يتزوج بنت بلادو تلاقى معاها هنايا، يعني عايشين بخير وعلى خير. زعما الإنسان يفكر. أنا هذا ماشي تنقول وحدة كنت درت مثلا الانسان ما يخرج، لا الانسان يخرج بغا يخرج يخرج ماشي يخرج، ولكن يخرج عارف فين غادي يمشي مثلا عنده غيمشي شي خدمه ديريكت سمو كونترا دا وغيمشي ديك الخدمه ويعني ديك الخدمه يعني راه كاينه ما يكونش يضحكوا عليه ما يكونش باش ما يديوش فلوسك باش ما ينصبوش عليك بزاف ديال الحوايج يبينوا ويقول لك راه كاينه الخدمه وغادي تمشي تمايا وفي الاخير ما تلقى حتى شي حاجه. يعني غادي تصاب واحد الصدمه وخيبه امل كبيره اللي تقدر تاثر لك على حياتك كلها. يعني انا تنقترح بصراحه تنقترح على اي واحد بغى يعطيك 6 مليون 7 مليون حاول انك دير باش تجاره، حاول دير باش عمل هنايا في المغرب وصدقني راه ما غاديش تخسر. وربما غادي تاخذ ديك الساعه من بعد عام ولا عامين كما قلت لك دير شي محل تجاري كذا تبيع وتشري فيه غادي تاخذ تقدر تاخذ الفيزا ديالك. لان دابا اوروبا باغين دابا الله يمشي، ولكن باغين يمشيو بمسائل قانونيه يعني ياخذوا الفيزا ديالهم ماشي يمشي بنادم يبقى حارق تمايا يدور هنا ويدور هنا ما عارفش يعني فين يمشي، ما عارفش فين غادي ينعس، مع يعني ما عندك عائله ما عندك حتى شي واحد. راه القضيه صعيبه بزاف، وحتى لو انه تكون عندك عائله يعني راه خصك تصيب خصك تسول الوضعيه ديالك، وباش تسول الوضعيه ديالك خص يكون قانون، خص يكون خدمه او زواج او شيء من هذا القبيل. انسان انا تنقول الانسان اللي غادي يمشي مثلا ديريكت هو غادي يمشي يخدم او غادي يتزوج او شيء من هذا القبيل هذا اوكي غنقول لك خرج
لان اوروبا هي راه احسن، كاين بزاف ديال الحوايج احسن من البلاد عندنا بصراحه، ماشي نكذبوا ونقولوا لا، اي كاين شي حوايج شي مسائل، ولكن المغرب ديالنا حتى هو راه زوين، راه ماشي خايب كما تتهيأ البعض. يعني راه ممكن ان الانسان يخدم هنا في المغرب، وممكن كذلك انه يدير فلوس هنا في المغرب. هي كاينين بعض المرافق اللي خاصها الاصلاحات، وراه الحكومه بطبيعه الحال راه ماشي نقولوا بان الناس ما خداميش، الادارات ما خداميش، ما نقدروش نقولوا المساله، راه الناس خدامين ماشي ما خداميش، كاين بزاف ديال الناس ديال المواطنين المغاربه يعني الشرفاء يعني اللي تحبوا هذه البلاد هذه، وراه تخدموا وتقدموا يعني وفي مراتب عاليه بطبيعه الحال في الحكومه ولا في المجالس الجماعيه ولا في مثلا ولا في البرلمان، راه كاينين الناس اللي عندهم غير على هذه البلاد هذا. اما نبقاو نقولوا لا راه ما كاين حتى شي حاجه، راه هذا تكذبوا على رؤوسنا، راه كاين بعض التحسنات، كاين بعض التحسن، ماشي ما كاين حتى شي حاجه، راه كاين شي حاجه، ولكن لا تلقى كاع هاد المسائل هذه، لا تلقى الى طموحات يعني ديال الشعب اللي باغي يعني يشوف البلاد ديالو، اي واحد راه باغي يشوف بلاده بخير وعلى خير، ويعني وما فيهاش مشاكل مثلا ديال المواصلات، يعني المستشفيات خصها تكون يعني تقدم خدمات للمواطنين اللي ما عندوش فلوس يعني انه يتعالج مثلا بالمجان، ولو كما كاين الكارطه كما تقولوا الرميد، ولكن بزاف تيتشكاو ان راهم يعني ولو عندهم كارطه ديال الرميد راه تيخصهم يخلصوا، وداكشي يعني كاين واحد التاخير يعني حتى في المواعيد ديال لي فيزيت. وكاين المهم هادشي اللي بغينا يتصلح الادارات يتصلحوا، إذا بطبيعة الحال على حسب الأوراق راه إنسان الجامعة الحضرية، أنا بعدا بان لي داكشي مزيان، فهادشي بعدا لي ديال ليجاليزاسيون ديال الأوراق يعني بيت في داكشي بصراحة مزيان عجبني داكشي. تبقى كما قلت لكم المواصلات، خص المواصلات تصلح، الميدان ديال المواصلات خصو تصلح، والمستشفيات كذلك، وراه البلاد بخير، والقضاء كذلك توا يكون واحد القضاء مستقل، وصافي راه الأمور. المغرب فوجد أن الحقوق التي يتمتع بها في المغرب تفتح أمامه أبواب الفرص، ومنهم من أتى للدراسة فوجد أن أبواب المدارس والمعاهد والجامعات مفتوحة في وجهه، ومنهم من جاء بحثا عن العيش الكريم فتوقف هنا لما وجد ضالته. المغرب إفريقي، وامتزاج السحنات الإفريقية في شوارعه مع بقية الأجناس التي تعمر هذه الأرض المباركة جزء من حلم ومن إرادة لتكريس إفريقية المغرب المستمدة جذورها من تاريخ سحيق مشترك. يعني نوصل واحد الفكره ديال الشهرين اللي ريحت في المغرب، يعني راه شفت فيها شي حوايج يعني ممكن ان الانسان يعيش فيها، ولو انه يعني عيقول لي بنادم لا خصك تعيش تضرب في واحد العام وضرب باش عيبان لك بزاف ديال الحوايج، هي راه متفق معاك، راه كاين بعض المشاكل كما قلت، وغادي تتم، راه ما يمكنش داك الشيء الاصلاح راه خصو يتحملها الحكومه وتتحملها كذلك الشعب، ما نقولوش حتى الشعب راه هو من تينو تيهرس الطوبيسات وهرس سميتو، طبعا الحال راه تيتحمل حتى هو المسؤوليه ديال هذه الاعمال هذه، وهادو غير الشباب اغلبيه اللي تيقوم بهذه الاعمال، شباب يعني طائش، خصو كما قلنا التوعيه، وخص واحد يعني واحد يعني واحد يعني واحد الحمله كبيره باش توعي الشباب، تخلق فرص مثلا ديال الانشطه الثقافيه، دور الشباب الى ما ذلك، يعني من الانشطه يلقى فضاء فين يفرغ ذاك يعني ذاك ديك الطاقه ديالو مثلا، هذا المكان. ونتمنى ان الحلقه هذه تكون يعني فيها افاده، والى حلقه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.